دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إلى التركيز على العمل الجماعي لفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني، مقترحا تشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي للاجتماع مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء المجاميع الجيوسياسية في الاتحاد لبحث سبل اتخاذ إجراءات تتعلق بفضح ممارسات الاحتلال. وقال في كلمة ألقاها أمام المؤتمر 31 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي، ليس جديدا ولا استثنائيا ما يفعله العدو الصهيوني في الأقصى وحي الشيخ جراح وحي العمود منذ فترة فيما يتعلق بصلفه وغطرسته وتجاهله لكل المواثيق الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية، سعادة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي سيد فايز الشوابكة، السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، صدق الله العظيم. بداية أتوجه بالشكر الجزيل لأخي معالي السيد صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية الشقيقة، للمبادرة ولسرعة الاستجابة بعقد هذا المؤتمر الطارئ لبحث التطورات المأساوية التي تشهدها مدينة القدس المحتلة. والشكر موصول لكافة الأخوة رؤساء البرلمانات العربية على التفاعل والمشاركة في هذا المؤتمر. الأخوة الكرام، ربما ليس جديدا ولا استثنائيا ما يفعله العدو الصهيوني في الأقصى وحي الشيخ جراح وحي العمود منذ فترة فيما يتعلق بصلفه وغطرسته وتجاهله لكل المواثيق الدولية، كما أنه ليس جديدا ولا غريبا ما يقوم به الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص فيما يتعلق بصموده النبيل وصبره الجميل وجلده الطويل. لكن الجديد هذه المرة، وربما كلنا لاحظنا ذلك، هو حجم التفاعل والتضامن والتعاطف والمؤازرة، ليس من الشعوب العربية والإسلامية فقط بل من كل شعوب العالم. لقد غصت وسائل التواصل الاجتماعي بكل أنواع التغطيات والتعليقات من القارات الخمس في حملة عفوية غير منظمة لفضح الاحتلال وممارساته. وهذا المعطى الجديد مهم وحيوي وفارق، لأنه ببساطة يقول للمرابط في القدس: لست وحدك، وإنه مهما حاول الاحتلال بنفوذه وتلاعبه بالمعطيات وقفزه على القانون الدولي، فإن ضمير الناس عالميا في حالة رفض واستنكار واستهجان لما يحدث. ونحن من هذا المنطلق والمعطى علينا أن نتحرك، وأول هدف للتحرك يجب أن ينصب على فضح العدو. أقول فضحه لأنه برغم كل الفضائح التي كشفت في السابق، كان هناك من بقي مغيبا نتيجة التعتيم الإعلامي في بعض بقاع العالم، أو واقعا أسير التزييف بسبب سياسات التضليل والتشويه. لكن الوضع مختلف اليوم، فالمقدسيون هم الذين تولوا إضافة إلى مهمة الصمود والمرابطة، تولوا مهمة نقل ما يجري على الأرض إلى كل دول العالم. وهذا النقل يؤثر ويصنع فارقا، وهذا النقل والمباشرة تزعج العدو وتؤذيه وتصيبه في مقتل. وإن كانت من مهمة تتبقى لنا فهي المساعدة في إكمال عملية الفضح عبر اتصالاتنا ببرلمانات العالم وممثلي شعوبها، واستغلال علاقاتنا المتنوعة مع العالم في تسليط الضوء على ما يحدث. وهنا أيها الأخوة أود أن أقترح بأن يقوم الاتحاد بتشكيل وفد برلماني لزيارة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والتباحث معه للوصول إلى صيغة تتعلق بإجراءات عملية تستهدف تسليط الضوء على ما يحدث في القدس وفضح ممارسات الاحتلال. كما أقترح أن يقوم الوفد بالاتصال إن أمكن برؤساء المجاميع الجيوسياسية المختلفة في الاتحاد الدولي لذات الغرض. كما أتمنى
أن يقوم الاتحاد البرلماني العربي بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العربية وجميع مؤسسات الهلال الأحمر والمؤسسات الخيرية لتنظيم حملة تبرعات شعبية واسعة محددة الوقت والتاريخ لدعم الصمود الفلسطيني بالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. الأخوة الكرام، سأعيد ما قلته مرارا في مناسبات عديدة، كل فعل صغير عملي ومباشر أو رمزي وعاطفي، تقليدي ودبلوماسي أو ثقافي وإعلامي، هو فعل مهم، مهم إلى درجة لا تتخيلها. وأنا هنا أسأل، هل القوة هي العامل الحاسم في هذا الصراع؟ هل الغلبة العسكرية هي العنصر الفارق؟ لو كانت الإجابة بنعم، فلماذا بقي هذا العدو منذ 1948 في ورطته ومأزقه الوجودي؟ لماذا لم يحسم العدو إنهاء الوجود الفلسطيني طيلة العقود المنصرمة؟ لأن القوة التي مكنته من سرقة الأرض والشجر والماء والحجر والسلاح التقليدي والأبيض الذي بيد الفلسطيني، عجزت عن سرقة صوت الفلسطيني، عجزت عن سرقة صلاته وترانيمه، عجزت عن سرقة لغته وشعره وغنائه وتراثه. وقبل كل شيء، قوة العدو عجزت وبامتياز عن كسر عناد الفلسطيني ورباطة جحشه ودمه الحامي ونزقه الجميل وقفزه من ملحمة إلى ملحمة. وسيتعب العدو والفلسطيني لن يتعب، سيتعب العدو والفلسطيني لن يتعب. لقد جرب العدو ألف طريقة مع الفلسطيني وفشل، وكان لسان حاله: متى ننتهي من كل هذا؟ لا السلاح فاد، ولا الحصار أثر، ولا الجدران العازلة، ولا الاتفاقيات العرجاء، ولا حقن الأرض بالأغراب. لم يفد شيئا، لأن الفلسطيني صاحب قضية، وهذه القضية عادلة وواضحة. إن مشكلة العدو مع الفلسطيني تكمن في هذا المعين الأخلاقي الكبير الذي ينطوي عليه الفلسطيني، ومن كانت قضيته عادلة سينتصر ولو بعد حين. لكن لكي ينتصر الفلسطيني علينا أن نقف معه، علينا إشعاره بأنه ليس وحيدا، وبأن الوحيد والمعزول والمحاصر هو العدو، هو الكيان الصهيوني. فقط لنكف عن جلد الذات والانغماس في الشعور بعقد النقص وتبني خطاب العجز بحجة الواقعية. ويجب أن نكرر البدء في التحرك، وكما قلت في بداية الكلمة، ليكن تحركنا منصبا على هدف الرئيسي، وهو فضح المحتل وتجريده من أسلحته وتعريته من آخر ورقة توت تستره. وهذا ما يحدث اليوم، يحدث بشكل لافت ومثير. فقط علينا أن لا نتنازل عن إيماننا بقضيتنا، وأن لا نتنازل عن خطاب العز والكرامة، وسينجح الفلسطيني قريبا، أقرب مما نتوقع. شكرا لحسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.